قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فهناك مراحل لعلاج الناشز، ومراحل علاج الناشز أربع. الأولى الوعظ، فبمجرد ظهور علامات النشوز من الزوجة يذكرها الزوج بتقوى الله وخشيته وبما أوجب عليها من حقه، مبينا ثواب قيامها بطاعته ومبينا إثم معصيتها له. فإن كانت الزوجة ذات صلاح ودين وخشية من الله رب العالمين دفعتها الموعظة، كما قال تعالى: سيذكر من يخشى. ومن الوعظ أيضا أن يحذرها سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء وتشتت الأسرة والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته فهو أدرى بها، أما إذا أصرت على معصيته ولم تنفع معها الموعظة فإنه يتحول إلى المرحلة الثانية من مراحل علاج الناشز، وهي الهجران في الفراش، وهو هجران الجماع. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في بيت. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وذهب بعض الآئمة من السلف إلى أنه لا يكلمها مع هجران الجماع حتى ترجع. مر الحديث عن الهجران قريبا، فإن أبت أن ترجع عن غيها مع الهجران انتقل الزوج إلى المرحلة التي تليها، وهي الضرب غير المبرح. يؤكده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم. فقوله غير مبرح، ضربا غير مبرح أي غير شاق، بحيث يؤلم ولا يكسر ولا يجرح. وقد مر الحديث عن الضرب قريبا، فإن لم يجد ذلك تحول إلى المرحلة الأخيرة وهي التحكيم. فقد تصل الأمور بين الزوجين إلى مرحلة يصعب فيها التفاهم بينهما، مما يوسع الفجوة ويجعل الوفاق بعيد المنال. لذلك شرع الله أن يتولى مهمة التوفيق بين الزوجين في هذه الحال حكمان، أحدهما يختاره الزوج من أهله والآخر تختاره الزوجة من أهلها. وعندما اشترط الشارع أن يكون الحكمان من الأهل، إنما أراد الإصلاح اعتماداً على هذه الأمور: أن الحكمين عندما يبحثان في الخلاف يكونان بعيدين عن انفعالات الغضب والحالات النفسية التي تسيطر على الزوجين بسبب الخلاف وتؤثر على التفكير السليم وتحول دون الرأي السديد المستقيم، فيكون رأي الحكمين متحرراً من مثل هذه الانفعالات. وأيضاً كون الحكمين من الأهل يجعلهما حريصين على إزالة أسباب النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها. ولا بد للحكمين أثناء بحث الخلاف من أن يطلعا على بعض أسرار الأسرة، فعندما يكونان من الأهل تبقى هذه الأسرار في طي الكتمان، ولا يتحرج كل من الزوجين من إبدائها للحكمين. فهذه مراحل تأديب الزوجة الناشز. فإذا نجح الحكمان في الإصلاح فبها وقرة عين، أما إذا أخفقا فإن ذلك دليل على أن الأمر قد وصل إلى حال لا ينفع معها إلا الانفصال، تخلصا من واقع
لا يعود على الزوجين وأولادهما إن كان لهما أولاد إلا بالضرر والفساد. فلا علاج إذن إلا بالفراق خلعا كان أو طلاقا، فالخلع يقع من الزوجة عن عوض تسلمه للزوج مع إثمها إن كانت ظالمة. وأما الطلاق فيقع من الزوج وهو غير آثم فيه إلا إن كان واقعا عن ظلم. من هذا يتبين لنا عظم الشريعة الإسلامية حيث ضيقت الخناق على الطلاق، ويتبين لنا مدى استعجال كثير من الناس وجهلهم في شأن الطلاق، ولو أنهم فقهوا الطلاق والحكمة منه لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة.